يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المعلمين يضرب مثلا لتبيين وتقريب علم الله وسبق علمه للتلاميذ، فيقوم بالتمثيل بقدرة المدرس عندما يتوقع أو يظن ظنا قويا من سينجح من التلاميذ ومن سيرسب، هل هذا التمثيل باطل أو صحيح؟ هذا باطل، هذا قياس للخالق على المخلوق. المدرس يتوقع وقد يصدق توقعه وقد لا يصدق، قد يختلف. أما الله جل وعلا فهو يعلم، ما يقال يتوقع، يقال الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، ما هو بتوقع، وإنما هو علم، علم منه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يقع كما علمه سبحانه. نعم.